السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخوانا أخواتي على قناة المحترفة. كالعادة سلسلة الربح من العملات الرقمية بدون مجهود ولا عناء. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل ضغط زر لايك وتعليق محفز فضلا وليس أمرا. تابعوا الشرح. اليوم معنا مجموعة الدروبات عملة VLV راوند 1 وراوند 2. هاي العملة VLV راوند 1 يقول لك بيعطيك 1000 VLV تساوي $100. أول ما ندخل على البوت تليجرام نعطيه ستار، وبعدين حل كاباتشا، وبعدين تحصل تحت جوان ايردروب، وبعدين تحل كاباتشا مرة ثانية. هنا يقول لك جوان تليجرام شانيل وجوان تليجرام جروب، تعطيه يوزر نيم حقك حق التليجرام، وبعدين تعطيه الايميل، وبعدين يقول لك وافيس واليت موجودة في الشرح قبل سبق شرحتها، وبعدين تاخذ الريفلر حقك وتروج رابط الإحالة. هنا البالانس اعطان 1000 من قطعة VLV. يلا بينا على الراوند 2. راوند 2 نفس الشيء، تعطيه ستار وبعدين تدخل على جوان جروب شانيل وبارتنر شانيل، وبعدين تعطي يوزر نيم حق تليجرام، وبعدين تيجي تسوي له تويتر لايك اند ريتويت مع تاج 3 أصدقاء من عندك، وبعدين نفس الشيء البارتنر تويتر، وبعدين تحط تويتر يوزر نيم حقك الرابط، وبعدين تيجي هنا تعطي سبسكرايب يوتيوب اند لايك كومنت، تحط قناتك على اليوتيوب، وبعدين فيسبوك لايك اند فولو، وبعدين تيجي هنا تحط له الايميل، وبعدين تيجي تحط وافيس واليت يعطيك 600 بالانس. هنا 600 تساوي $60. وبعدين هنا رابط الإحالة تروج للإيردروب حقك. ومعانا هذا البوت، بعد ندخل عليه بيعطي 126 انت من عملة انت توكن، تساوي 1 انت تساوي $0.58. اول شي تعطيه ستار، بعدين تحل كاباتشا، وبعدين يقولك اعطيني الادرس ايميل، تعطيه الادرس ايميل، وبعدين اتريوم واليت، تحط لهم الاتريوم واليت، وبعدين بالانس تحصل 126 انت ريفلر. بعدين تاخذ رابط الاحالة وتروج للرابط. معنا هذا الادروب يعطي 140 قطعة من عملة PNG تساوي $7. نعطيه ستار، وبعدين نروح على الايردروب تاكس، بعدين جوان تليجرام جروب، جوان شانيل، فولو اند ريتويت ويت كومنت اند لايك، وبعدين تسوي سبميت ديتال، تحط لهم يوزر نيم حق تليجرام، وبعدين يوزر نيم حق تويتر، وبعدين ايميلك. وهنا تيجي تعطيهم ماي اتريوم والد، تسوي بالانس يعطيك، انا اعطاني 85 PNG ما يعادل $8.50. وبعدين invite friend تروج رابط الإحالة. معنا هذه المنصة تعطي بونس 11000 ساتوشي ما يعادل دولار أو شوي. طريقة تسجيل سهلة جدا، يوزر نيم ايميل رقمك صحيح يكون، باسورد وريفرال هذا خلي كده سينج اب. هذه هي واجهة المنصة. available balance 12000 ساتوشي ما يعادل $1.5 تقريبا. هنا ما انصح تسوي برايس اب برايس داون، لانه اذا ما تفهم في تداول مضاربة احسن ما تسويها، خلي السعر كده لين نشوف كيف نقدر نسحبها. هاي المنصة، وعلى الريفلر تاخد 0.11 كده من الدولار. يلا بينا على موقع تاني. هذه منصة بعد، اول ما تدخل تحط ايميلك تسوي سينج اب، تروح على الايميل تعطي كونفيرم ايميل، وبعدين تجيك هالواجهة. هذه الواجهة تجيك تاخذ رابط الاحالة تروج. كل ما نزلت في هاي الممبر عندك حظ بتفوز في المراتب الاولى. العملة اللي راح يوزعونها بيجيك ايميل ويقولك طريقة السحب كيف. يلا بينا على الثاني. هذا الايردروب 5 باكس من عملة باكس يساوي $5. تنزل تحت تسوي تليجرام تاكس،
وبعدين تيجي تحت تسوي لهم فولو على تليجرام جوان جروب جوان شانل، وبعدين تعطيهم اليوزر نيم حق التليجرام حقك، وبعدين تسوي اكونت يقولك كم عندك من توكن، 10 باكس توكن تساوي 10 دولار. وبعدين نيجي تحت يقولك بس على 15,000 يوزر اللي راح ياخد هاي العملة. ننزل تحت هنا لما تسوي ستيشن بيعطيك رابط الإحالة، تروج رابط الإحالة. المهام مش صعبة كتير، مهام بسيطة. يلا بينا على الإيردروب تاني. معانا إيردروب راوند 5، أنا ما تسجلت ولا راوند، هذا راوند 5 كنا نستغله أحسن. واحد نوك يساوي 6 دولار، وهو بيعطيك 40 نوك، عملت نوك. ننزل تحت نعطيه ستار، وبعدين تجي على الواجهة، بعدين يقول لك تايب يور valid ايميل ادرس، نحط ايميلك. وبعدين نجي على تويتر نسوي له تويتر فولو ريتويت كومنت تو لايك، وبعدين نحط لهم اليوزر حق تويتر او الرابط حق تويتر. وبعدين نجي هنا تليجرام شوان شانيل جروب، وبعدين نحط يوزر تليجرام، وبعدين الميديوم بروفايل لينك، بعدين نجي نحط الميديوم بروفايل انستغرام، بعد فولو لايك على اي بوست، نحط يوزر نيم حق الرابط حق الانستغرام، وننزل تحت بعدين سبسكرايب يوتيوب، نحط قناتنا على اليوتيوب، وبعدين ماي اثريوم والد، نحط اثريوم والد، بعدين بالانس يعطيك 40 نوك توكن. بس ينتهي الايردروب راح يوزعه، بعدين تروج رابط الإحالة تاخذ تروجه. معانا هذه العملة ريفورك ايردروب بوت راوند 2، نعطيه ستار حق الكاباتشا، وبعدين نعطيه الايميل، نروح على ايردروب بروجرام، وبعدين يكون تليجرام تكست، نسوي جوان جروب، نسوي له دان يو هاف ان 50 توكن. انستغرام بعد نحط لهم الانستغرام الرابط حق الانستغرام حقنا، وبعدين تويتر نروح نسوي ريتويت اند كومنت لايك، نحط لهم يوزر نيم حق تويتر، وبعدين فيسبوك، وبعدين نيجي نحط لهم فيسبوك لينك، بعدين يوتيوب، وهكذا لين خلصت. وريدت بعد كل هاي الخطوات عشان تاخذ التوكن، وبعدين بالانس، هاي البالانس اعطاني 300 من عملتهم، وريفرال لينك تروج رابط الإحالة. معانا هذه المنصة بعد يقولك جوان اند جيت 100 دولار بونس، نروح نضغط على جوان، بيجيك على يا فيسبوك يا ايميل على جوجل، تيجيك هالواجهة. اول ما تدخل، اذا دخلت بالفيسبوك لازم تربط بالجوجل، واذا دخلت بجوجل لازم تربط بفيسبوك، تسوي كده يجيك البالانس هنا 100 دولار، تروج رابط الإحالة، وعلى كل واحد تاخذ عليه 50 دولار. دخل من رابط إحالة حقتك. معانا هذا الإيردروب يعطيك 500 من عملة ECN تساوي 25 دولار. نتيه ستان حل الكاباتشا إيردروب داكس، وبعدين نروح نسوي جوان جروب جوان شانل جوان أدفانستر تويتر فولو ريتويت اند كومنت مع لايك سبميت ماي ديتيل، بعدين حط لهم ديتيل حقنا كلها هنا، بعدين ما يسري يوم ولد، وبعدين كونجراتوليشن يو هاف سكسسفايل ريجستر، اعطاك 500 من التوكن، هاز بين ادد تو بالانس. ناخد رابط الاحالة ونروج له، ناخد على كل واحد 30 قطعة. ومعانا هذا الايردروب، هذا مش ايردروب، هذا بيتكوين مينين، يعطيك 3000 ساتوشي على كل واحد تسجل تحتك، وكل ساعتين تاخد 250 ساتوشي بونس. تعطيه ستار، وبعدين تسوي له جوان كده، بعدين تاخد البونس هنا، بونس هنا، وبعدين خلاص. بس توصل 5 مينيمو ودراو 40,000. توتال بالانس انا عندي 3771 لسه باقي عليه، بس اسحب منه بحط لكم نتيجة السحب. واحد احالة جاتني.
أنا هذه المنصات طريقة تسجيل سهلة جدا، يوزر نيم باسورد إعادة كتابة الباسورد وإيميل، وبعدين نروح على الـ AirDrop Tags على البوت، هنا تعطيه ستار وبعدين تعطيه دروب تاكس وبعدين نقولك جوان تليجرام و register to our platform، هذه اللي راويتكم اياها المنصة، وبعدين follow on Twitter، وبعدين تنزل تحت تعطيها الايميل اللي سوينا في الاكستشنج هذا في المنصة، ايميل اللي تسجلنا فيه، وبعدين نسوي لها دان، وبعدين بالانس يعطيك 5 5 من عملتهم، يعني 1 تساوي 1 دولار تقريبا، يعني 5 دولار، وبعدين ريفرر، وبعدين تروج رابط الإحالة. ومعانا هذه المنصة كنت شرحتها قبل، بعد لازم تفعل الكيسي أو الوثائق الشخصية، بيعطوك 5 قطعة من عملتهم من عملة المنصة. ومعانا هذه المنصة عبارة عن مثل أخبار للإيردروبات والتوكن، أول ما تدخل يعطوك 500 قطعة من عملتهم اللي هي هذه، وبعدين تاخد رابط الإحالة وتروج، كل واحد شارك في تحت رابطك ياخد 100، وانت تاخد عليه 100، هو ياخد 500. ومعنا هذا الاردوبو كافيونيون توكن، نعطيه ستار، نحل الكاباتشا، وبعدين نجي نسوي لها جوان تليجرام جروب وجوان شانل، ونعطيهم يوزر نيم حق الشانل، بعدين تويتر، فولو تويتر، ريتويت اند كومنت مع لايك، وبعدين يوزر حق تويتر، بعدين ماي اثريوم والت، وبعدين بالانس، يعطيك 1000 قطعة من عملة كات، وبعدين تاخد الريفرر وتروج رابط الإحالة. أنا كم عندي؟ 1 ومحال 3 بس. معنا هذا الإيردروب يعطي إيردروب تورزيكس إيردروب، تعطيه ستار، وبعدين تسوي له ولد، تحط له أول شيء الولد حقك، تحصل خانات هنا 4 تحت، تعطيه الولد ويقول لك خلاص ولد سيف، وبعدين تليجرام تاكس، بعدين تسوي التليجرام تاكس، وبعدين تويتر تاكس، تحط لهم تويتر يوزر نيم تاكس، وبعدين الريفرر، وبعدين يجيك هنا يقولك ماي بالانس، البالانس كم هو عطاني في الأول؟ اي 500 ألف قطعة من عملتهم، تروج رابط الإحالة وخلاص. ومعانا هذا باكسو، كنت شرحت الجيف اواي قبل في هذا نفس هالفيديو شرحته، هذا لا هذا ايردروب. اول شي نعطيه ايميل، وبعدين تليجرام تاكس جوان باكسو توكن، وبعدين ماي اثريوم والت، وبعدين بالانس، عطى 12 قطعة من عملة باكسو، وبعدين نيجي هنا نروج رابط الإحالة حقتنا لهم. ومعانا هذا الإيردروب شرحتنا في الفيديو هذا نفسه راوند 5، هذا راوند 4 ما شرحته، طريقة تسجيل بس تعطيه ستات، حل الكاباتشا، وبعدين تنزل تحت تعطيه يوزر نيم حق تليجرام، وبعدين تويتر، وبعدين يوتيوب شانل سبسكرايب، وبعدين ما اثريوم والد، وبعدين الريفرر لينك، بس تاخد 30 قطعة من عملتنا في الراوند 4. ومعنا هذه العملة XRPG، باقي لها 11 يوم تنتهي، تتوزع 20 دولار على كل المشتركين. طريقة تسجيل سهلة جدا، فولو تويتر، فيريفيد، وبعدين جوان تليجرام تاخد عليهم، جوان شانيل تاخد، وبعدين ماي اثريوم والد، فولو تويتر بارتنر، وجوان تليجرام بارتنر، بعدين تاخذ رابط الإحالة وتروج للعملة وخلاص. هذا كان شرحنا اليوم، أشوفكم في شرح تاني إن شاء الله، مع السلامة.